السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم سنستأنف دروسنا في مادة الرياضيات، ودرسنا اليوم هو التناسبية، يندرج ضمن مفهوم التناسبية، وسنرى ضمن هذا المفهوم مفهومين آخرين، لا وهو أو لا وهما عفوا السلم والسرعة، أي سلم على التصميم أو الخريطة، والسرعة المتوسطة. نعم، إذا سنبدأ بمفهوم السلم على التصميم أو على الخريطة بهذه الوضعية لتعرف ما معنى السلم. إذا في خريطة وجدت 1 على 1500 مكتوب في الأسفل، إذا هل تعلمون يا ترى ما دلالته؟ نعم، إنها خريطة بسلم 1 على 1500. ماذا تعني خريطة بسلم 1 على 1500؟ تعني أن 1 سنتيمتر على التصميم، أن كل 1 سنتيمتر على التصميم أو على الخريطة يمثل 1500 سنتيمتر في الواقع، في الحقيقة. يعني إذا أخذت مسطرتان وقست 1 سنتيمتر في الخريطة، ذلك 1 سنتيمتر في الخريطة يمثل 1500 سنتيمتر في الواقع، في الحقيقة. إذا سنقوم بهذا التمرين لكي نبسط المفهوم. احسب طول الصومعة وعرضها في الواقع، علما أن سلم التصميم هو 1 على 100. يعني ماذا؟ بالنسبة للتصميم كما تلاحظون الآن، لدينا صومعة طولها 20 سنتيمتر وعرضها 4 سنتيمترات. 4 سنتيمترات، إذن 20 سنتيمتر هو الطول و4 سنتيمترات هو العرض، هذا في التصميم. وهل في الواقع ستكون 20 سنتيمتر في الطول و4 سنتيمترات في العرض؟ طبيعة الحال لا. إذن ما هو قياسها في الواقع؟ إذن سنبدأ بالطول. إذن لحساب لدينا السلم 1 على 200، يعني ماذا؟ يعني أن كل 1 سنتيمتر في التصميم يساوي 200 متر في الواقع. كل 1 سنتيمتر في التصميم يساوي 200 متر في الواقع. الآن طول الصومعة في التصميم هو ماذا؟ هو 20 سنتيمترا. إذا طولها في الواقع هو ماذا؟ هو ضرب ماذا؟ 20 سنتيمترا في مقام السلم، دائما في مقام السلم اللي هو 200، يعني ماذا؟ 4000 سنتيمتر، أي تساوي 40 مترا. إذا طول الصومعة في الواقع هو 40 مترا. نعم، إذا الآن العرض، عرض التصميم كما تلاحظون هو 4 سنتيمترات. في نظركم ما هو طول العرض في الواقع؟ جيد، إذا نضرب 4 سنتيمترات في 200 سنتيمتر، نحصل على 800 سنتيمتر، أي 8 أمتار في الواقع. إذا كما تلاحظون الآن بالنسبة للسلم، إذا هو بسيط جدا. إذا لقياس الصومعة، أو لقياس عفوا شيء ما على الخريطة لقياسه على الواقع، نضرب ما يوجد في الخريطة، قياس ديال الخريطة أو قياس على التصميم، نضربه في السلم أو في مقام السلم. نضربه في مقام السلم كي نبسط الأمور، نضربه في مقام السلم كي نبسط الأمور. إذا مقام السلم هو معامل التناسب هنا في بالنسبة للسلم. نأخذ تمرين آخر. لدينا السلم مثلا هو الطول على الخريطة، إذا عندنا الطول على الخريطة بالسنتيمتر، والطول في الواقع أو الحقيقي بالسنتيمتر، سنحوله فيما بعد إلى المتر. إذا عندنا الطول على الخريطة بالسنتيمتر، والطول في الواقع أو الحقيقي بالسنتيمتر. إذا عندنا سلم 1 على 10، السلم الآخر 1 على 100، والسلم الآخر هو 1 على 20000. إذا الطول على الخريطة هو 5 سنتيمترات. إذا ما هو الطول الحقيقي؟ إذا الطول الحقيقي هو 5 في 10،
نحصل على 50 سنتيمترا في الواقع. إذا كل 5 سنتيمترات على الخريطة يساوي 50 سنتيمتر في الواقع. ثم لدينا بسلم 1/100، طول على الخريطة هو 20 سنتيمتر، إذا كم سيكون في الواقع؟ سيكون بضرب ماذا؟ 20% نحصل على 2000. ممتاز، جيد. ثم لدينا بسلم 1/20000، طول لا نعلمه على الخريطة ولكن لدينا الطول في الواقع. إذا هنا ماذا نفعل؟ إذا كنا نضرب الطول على الخريطة في مقام السلم كي نحصل على الطول الحقيقي. الآن لدينا الطول الحقيقي ولدينا السلم، إذا سنقسم. إذا أردنا طول على الخريطة نقسم الطول الحقيقي على مقام السلم فنحصل على 15. نعم، إذا هنا بالنسبة للسنتيمتر، إذا بالنسبة للمتر الطول الحقيقي بالمتر هو 0.5 ديال الأمتار، وبالنسبة للسلم الثاني هو 20 متر، وبالنسبة للسلم الثالث هو 3000 متر. نعم، إذا انتبه بالنسبة لهذا الدرس أو درس السلم، نعتبر أن مقام السلم هو معامل تناسب. إذا أردنا الطول على الخريطة نقسم الطول الحقيقي على مقام السلم، إذا أردنا الطول الحقيقي نضرب الطول على الخريطة في مقام السلم فنحصل على الطول الحقيقي. نعم، إذا الآن نمر إلى السرعة المتوسطة، وضعية أخرى السرعة المتوسطة. إذا لاحظوا جيدا كي تفهموا هذه الوضعية، هي وضعية بسيطة جدا. إذا قطعت سيارة مسافة 80 كيلومتر في 40 دقيقة، قطعت سيارة مسافة 80 كيلومتر في 40 دقيقة. إذا ماذا سنحسب الآن؟ سنحسب المسافة التي تقطعها في ساعة. إذا في 40 دقيقة تقطع 80 كيلومتر، ولكن في ساعة هذا ما نريده، هذا ما نستفسر عنه. نعم، الآن إذا ما هي المسافة التي تقطعها في ساعة واحدة إذا صارت بنفس السرعة؟ هي 80 كيلومتر في 40 دقيقة. إذا كما تلاحظون هنا في الجدول لدينا 80 كيلومترا تقطعها في 40 دقيقة. إذا نريد الآن ماذا؟ كم تقطع هذه السيارة في دقيقة واحدة؟ كم تقطع في دقيقة واحدة؟ إذا سنقسم 80 على 40 فنحصل على ماذا؟ على 2، يعني كل كيلومترين تقطعهم هذه السيارة في دقيقة واحدة، تقطع كيلومترين في دقيقة واحدة. إذا نقسم عدد الكيلومترات على المدة فنحصل على كم من كيلومتر في دقيقة واحدة. الآن بسيط جدا، نعلم أن 60 دقيقة تساوي ساعة واحدة. إذا 60 دقيقة سنضربها في كيلومترين فنحصل على 120 كيلومترا في 60 دقيقة، أي في ساعة واحدة ستقطع هذه السيارة 120 كيلومترا. إذن هذه هي بالنسبة للوضعية، بسيطة جدا لكننا سنعززها ببعض التمارين الأخرى. تمرين استغرقت طائرة في رحلة، طائرة في رحلة استغرقت خمس ساعات استغرقتها في رحلة. إذا كانت هذه الطائرة سرعتها هي 960 كيلومترا في الساعة، فكم من كيلومتر قطعت هذه الطائرة في هذه الرحلة؟ كم من كيلومتر؟ الآن لا نعلم كم من كيلومتر قطعت، وإنما لدينا المدة التي قطعت في هذه الكيلومترات، ولدينا السرعة التي كانت تمشي بها. إذا المسافة بالكيلومتر هي المدة الزمنية. إذا المسافة بالكيلومتر هي 960 كيلومترا.
المدة الزمنية التي قطعت فيها 960 كيلومتر هي ساعة واحدة. إذن ما هو معامل التناسب هنا؟ معامل التناسب هو 960. إذن كل 5 ساعات تقطع فيها 5 في 960 كتعطيني 4800 كيلومتر. إذن قطعت هذه الطائرة 4800 كيلومتر في 5 ساعات. 4800 كيلومتر في 5 ساعات. نفرض أنها قطعت 5 ساعات و20 دقيقة، لأن هنا هذه وضعية بعض التلاميذ ستستعصي عليهم، لأن هنا بالنسبة ل5 ساعات بسيطة جدا. نعلم أنها تقطع 960 كيلومتر في ساعة واحدة، لكن لا نعلم كم تقطع في 960 و20 دقيقة. إذا هذه الدقائق تدخل ضمن الساعة، يعني كيف سنقوم ببلورتها أو تحويلها إلى الساعات؟ إذا الطريقة جد بسيطة. إذا نفرض أنها قطعت 5 ساعات و20 دقيقة، فهذه المدة. إذا فكم من كيلومتر قطعت؟ نحن انطلاقا من التمرين الأول نعلم أنها قطعت، إذا نعلم أن الطائرة تقطع 960 كيلومتر في ساعة واحدة، وأنها تقطع خلال 5 ساعات 4800 كيلومتر. ما بقي لنا ماذا؟ 20 دقيقة كم ستقطع؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى 20 دقيقة هي ثلث ساعة. يعني ماذا؟ يعني 1/3. نعلم ذلك، 20 دقيقة هي ثلث ساعة. وبما أنها تقطع 960 كيلومترا في الساعة في ساعة واحدة، إذا ستقطع ثلث هذا الكيلومتراج، ثلث هذه المسافة. إذا ستقطع ثلث المسافة، أي 960 قسمة 3 تساوي 320. الآن نعلم أنها، إذا سنجمع الآن ما قطعته في 5 ساعات وما قطعته في 20 دقيقة، وتكون النتيجة هي ماذا؟ هي 5120 كيلومترا في 5 ساعات و20 دقيقة. إذا سنجمع 5 ساعات اللي هي 4800 زائد 320، سنحصل على 5120 كيلومترا في 5 ساعات و20 دقيقة. نعم، هذه هي بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي ماذا؟ نحول الدقائق إلى الساعات. إذا 5 ساعات نعلم كذا، إذا سنحولها إلى الساعات، ثم سنضرب الساعات في السرعة فقط، بسيط جدا. إذا نقسم 20 دقيقة على 60 دقيقة اللي هي ساعة واحدة، ثم نضيفها إلى 5 ساعات، ثم نضربها في 960. ها، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن 20 قسمة 60 هي 0.34 تقريبي، هذا تقريبي 0.34. إذا نضيف هذا 0.34 إلى 5 ساعات، يصبح لدينا 5 ساعات.34. نضربه في 960، نحصل على 5120. بسيط جدا، سهل وبسيط جدا. إذا ليست هناك أشياء يعني صعبة أو مستحيلة لتطبيق هذه القواعد. إذن هنا سنتطرق إلى بعض القواعد في السرعة المتوسطة. قواعد السرعة المتوسطة، لدينا السرعة المتوسطة هي الفيتاس موين، فيتاس موين، ورمزها هو في، دائما رمزها هو في. السرعة، المسافة لا ديستونس رمزها هو دي، المدة الزمنية لو تون رمزها هو تي. إذن ما هو أو كيف نحصل على السرعة المتوسطة؟ وكيف نحصل على المسافة؟ وكيف نحصل على المدة الزمنية؟ إذا نحصل على السرعة المتوسطة بقسمة المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. هذه كلها سنراها تطبيقات كل هذه القواعد سنراها إن شاء الله. بالنسبة للسرعة المتوسطة نقسم المسافة المقطوعة على المدة الزمنية فنحصل على السرعة المتوسطة. بالنسبة للحصول على المسافة نضرب السرعة المتوسطة في المدة الزمنية. للحصول على المدة الزمنية ماذا؟ نقسم المسافة على السرعة المتوسطة.
إذن هذه قواعد السرعة المتوسطة. إذن الآن سنرى تطبيقات هذه القواعد. تطبيقات. إذن ما هي السرعة المتوسطة للحافلة؟ إذن عندنا حافلة متجهة إلى الدار البيضاء، انطلقت من مراكش ومتجهة إلى الدار البيضاء. المسافة التي تفصل بين المدينتين هو 240 كيلومتر. إذن بين المدينة والمدينة 240 كيلومتر، بين مدينة مراكش ودار البيضاء 240 كيلومتر. إذن المسافة قطعتها في 4 ساعات، هل مدة؟ إذا نبحث عن ماذا؟ عن السرعة المتوسطة. القاعدة ماذا تقول؟ تقول V إتيكال D ديفيزي بار T. سيدير كوا؟ يعني المسافة المقطوعة قسمة المدة الزمنية. إذا السرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة ظاهرة وواضحة في الوضعية. إذن المسافة المقطوعة هي ماذا؟ هي 240 كيلومترا قسمة 4 ساعات، نحصل على ماذا؟ 60 كيلومترا في الساعة، وهذا هو الرمز، رمز السرعة المتوسطة. 60 كيلومتر في الساعة، في كل ساعة تقضي 60 كيلومتر. نعم، إذن هذا بالنسبة للحصول على السرعة المتوسطة. نمر إلى الوضعية الثانية، ما هي المدة الزمنية؟ الآن نبحث عن ماذا؟ عن المدة الزمنية، المدة الزمنية التي تستغرقها سيارة لقطع مسافة 315 كيلومتر. إذا الآن المسافة عندنا بسرعة متوسطة قدرها 90 كيلومتر في الساعة، السرعة المتوسطة عندنا. إذا نبحث عن ماذا؟ عن المدة الزمنية. إذا للبحث عن المدة الزمنية ما هي القاعدة؟ T إتيكال D ديفيزي بار V، سيتادير كوا؟ لو تون إتيكال لا ديستونس ديفيزي بار الفيتاس. فيتيس يعني ماذا؟ يعني أن المدة الزمنية تساوي المسافة المقطوعة قسمة السرعة المتوسطة. إذن ما هي المسافة المقطوعة؟ 315 كيلومترا. نقسم 315 كيلومترا على 90 كيلومترا، فنحصل على ماذا؟ على 3.5 ساعات. 3.5 ساعات يعني ماذا؟ يعني 3 ساعات ونصف. 3 ساعات ونصف يعني 3 ساعات و30 دقيقة. بالنسبة للوضعية الثالثة، تسير سيارة بسرعة 75 كيلومتر في الساعة. إذا بالنسبة لهذه الوضعيات ممكن أن نحسبها بالعلاقات أو نحسبها بجدول التناسب. تسير سيارة بسرعة 75 كيلومتر في ساعة واحدة، إذا ما هي المسافة التي تقطعها في ظرف 30 دقيقة؟ إذن هنا تسميح بالنسبة للخطأ الطبعي. إذن ما هي المسافة التي تقطعها في ظرف 30 دقيقة؟ ثم ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها لقطع 100 كيلومتر؟ ما هي المسافة التي تقطعها في ظرف 30 دقيقة؟ وما هي المدة الزمنية التي تستغرقها لقطع 100 كيلومتر؟ إذن العملية بسيطة، لدينا المدة الزمنية بالساعات هي ساعة واحدة تقطع فيها ماذا؟ تسير سيارة بسرعة 75 كيلومتر في ساعة، إذن هي 75 كيلومتر، إذن المسافة هي 75 كيلومتر. الآن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن المسافة التي تقطعها في 30 دقيقة. إذن 30 دقيقة هي 0.5، رأيناها في التمرين الأول. إذن 0.5 هي 30 دقيقة، إذن رأيناها في التمرين الأول هنا. إذن 30 دقيقة تساوي 0.5 ساعات. إذن سنضرب 0.5 ساعات في ماذا؟ في معامل التناسب، فنحصل على ماذا؟ فنحصل على 37.5. إذن 0.5 ضرب 75 نحصل على 37.5. إذن معامل التناسب هنا بين هو واضح، معامل التناسب هو 75. إذن إذا أردنا المسافة نضرب المدة الزمنية في معامل التناسب اللي هو 75، وإذا أردنا المدة الزمنية ماذا سنفعل؟ العكس، هل سنضرب أم نعم العكس. إذا نقسم 100 على 75 فنحصل على 1.34. إذا 1 نعرفها اللي هي ساعة واحدة، ولكن 34 ماذا؟ 0.34 كنا قد رأيناها في التمرين السابق،
إذن 0.34 هي مضروبة في 60 دقيقة تساوي 20 دقيقة، إذن ساعة وعشرين دقيقة تقضيها في مسافة 100 كيلومتر. إذن أتمنى أن يكون هذا الدرس مفهوما على الجميع، وفي نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. إذن شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو آخر بإذن الله تعالى.